مسألة إن المباراة اللي لعبتها البرتغال قبلها كانت افضل. تقول هتعدي على المغرب إيزي يعني صحيح 3-1 حاجة زي كده يعني، إنما الروح وإنك تثق في نفسك وتثق في شخصيتك عن طريق المغرب صح. ده حاجة يا ريت تكمل بإذن الله. وبنتمنى بصراحة بيني وبينك يعني كلنا هنيجي نقول لك إيه، لا فرنسا والأرجنتين في الفاينل، لا انما احنا بنتمنى نمسك في الحلبة بقى، ما دام وصلنا للمرحلة دي ليه لا؟ وليه لا؟ وليه ما يكونش اللعيبة المغاربة الثقة هي هتطلع لهم اللي احنا ما شفناهوش لسه. ما بيني وبينك، هو انت لما تيجي تبص لمثل هذه المباريات، خلاص يا كابتن انا يعني وصلت للدور قبل النهائي، لم يكن احد يتوقع ان يصل المغرب للدور النهائي، وبالتالي الكل ينتظر. انا كلاعب، لو حضرتك يعني حضرتك كنت نجم كبير في منتخب مصر والنادي الاهلي، لما بتوصل لمرحله انت ما كنتش مش مصدق ان انت وصلت لها، بتطلع بقى كل اللي عندك خلاص، حتى لو اتغلبت. اصل في هنا بقى فيش ضغوط عليهم نفسيه خالص، بالظبط. يمكن الضغط ان هو احلموا معانا ووصلونا صحيح. واحنا نتمنى لكم كل خير. المره دي فيش ضغوط نفسيه بقى، المره دي في حلم، الحلم العربي بقى هو ده الحلم العربي الاساسي ان احنا نوصل فاينل. وجود المغرب في الفاينل دي حاجه هتعدل حاجات كتير قوي وهتغير الشكل، بقى شكل سياسي مش شكل رياضي بس. ويمكن دي مميزات كأس العالم انها جمعت العرب كلهم يا اسلام في البطولة دي، حسيت ان العرب كلهم اتجمعوا في صحيح. اي فرقة كانت بتلعب، نسيت ان مصر مش موجودة، والله حسيت ان مصر كانت موجودة. وقبل كده قعدت معاك قلت لك كان نفسي صلاح يبقى موجود مع اي فرقة من اللي بتلعب، تونس اي حد مشاركة حتى. ف بطولة بالنسبة لنا احنا كعرب جميلة جدا من جميع الوجوه، وتمنياتنا الطيبة كلنا للمغرب الحقيقة بالتكملة وبالشكل هل ده. من الممكن أن تتكرر مثل هذه الظروف مرة أخرى، بمعنى أن احنا ممكن نشوف تنظيم لكأس العالم بعد كده في بطولة في دولة عربية أو في عدة دول عربية؟ في وعود، أعتقد في وعود في السعودية وهيجي بجنبها مصر، وأعتقد يمكن يكون بلد أفريقية كمان تانية معاهم ثلاثة، بس هو هيبقى الكلام اللي بيتقال ان بالقرب ما بين يعني مصر والسعودية بقرب واليونان المسافات. اللي هي آسيا أفريقيا أوروبا، عشان هم احنا الثلاثة جنب بعض. يعني وفي تركيا خد بالك كمان، تركيا دي بتجمع اسيا وبتجمع اوروبا وبتجمع يعني في ساعتين طيران الاريا تقدر لا توفر انت لك في كل روسيا كنت حته. بتسافر كتير جدا، يعني انت في روسيا ما بين محافظة والتانية كنت بتسافر وقت طويل جدا وبعدين جوه البلد يعني. احنا عندنا امكانيات كبيره جدا وبنيه تحتيه هنا في مصر، اوتيلات طرق وطرق وفاسيلتيز وكل حاجه وجماهير طبعا، تضمن 100 و130 مليون هيملوا لك الحياه والاستادات كلها كلها. صحيح. والاستادات والحاجات هتضمن الحكايه دي. وانت شفت في 2019 لما عملنا البطوله الافريقيه كانت حاجه جميله جدا طبعا كانت مشرفة جدا. الحقيقه، كنت بتقارن بينها بين الدوريات الاوروبيه حقيقي. وبالبطولات العالميه اللي بتتلعب. فاحنا الناس شافونا والناس عرفونا والناس جولنا والناس شافوا امكانياتنا شكلها ايه، كذلك في السعودية طبعا، كذلك في الإمارات. يا سلام لو الإمارات والسعودية ومصر بينظموا نسخة من نسخ كأس العالم هتبقى حاجة مبهرة جدا. وعشان كده احنا بنتمنى ان المغرب تطلع تاخد الكاس بإذن الله. ان شاء الله يعني احنا كلنا نتمنى، مش عشان كده بس، ولكن لان المغرب يستحق الحقيقه بالمستوى الفني اللي بيؤدوا بيه كابتن الروح، شريف والروح. المدرب اللي عرف يتعامل نفسيا مع اللعيبة ورجع لعيبة ما كانتش موجودة، يمكن وحيد خليلويتش مدرب كويس كل حاجه، بس هو عصبي كتير. في مدربين ما بيحبوش لعيب معين، مثلا لعيب معين ده بيبقى محتاج فلسفه او محتاج صحيح. اسلوب انك انت تتعامل معاه، هو مش متمرد يعني، هو بيبقى متعود على انه اللعيب الفافوري بتاع الفرقه دايما بيبقى له حته، دايما بيبقى له احترامه، دايما بيبقى له خصوصياته. فيمكن هو ما عرفش يتعامل مع كريم زياش، او كان في لعيب كمان تاني قدر هو يستقطبهم ويجيبهم ويتكلم معاهم. والحكايه هو كمان الراجل ده يعني جابوه من الوداد على ما اعتقد، يعني اخر حاجه نسخه ليه كانت الوداد. صحيح. هما زي ما اتفقت انا وانت قبل كده في الكونفدراليه السوبر الكاس الافريقي، فنادي شغاله عندهم تنظيم وتخطيط لمثل هذه الأمور أكيد، يعني ما فيش حاجة وصلت لكده. عندهم إيمان كمان روحاني كده
يعني عندهم سياحه بيسمعها سياحه سياحه اعمال يعني تخليك تروح هناك تقول لك ايه المستقبل اللي جاي. اوكي. عندهم ناس تقعد تتكلم معاهم كده بيخططوا حتى المستقبل المغرب في جميع في شتى الاشياء مش الرياضه بس. صحيح. ف كل التمنيات الطيبه، كل الشكر ليهم كمان، وكل الشكر لجميع المنتخبات العربيه بما فيهم قطر. نعم. اللي حصل ده كله اتمتعنا وشفنا وتعلمنا وخدنا دروس كتيره جدا، ان انت لازم تثق في نفسك وتثق في شخصيتك. اديك كسبت بلجيكا قبل كاس العالم. لا ناس كتير قوي كسبت بلجيكا كمان معاك. مغرب. المغرب كسبت بلجيكا. يعني انت بتقدر لعيبتك اللي هي بتعرف تتعامل بشكل احترافي مع كل الفرق دلوقتي. فدي التمنيات ودي الحاجات المكاسب الكبيره قوي اللي خلتنا احنا كمان عايشين في وسط كاس العالم كعرب. صحيح. بقالنا يد، بقالنا بيسموه ايه سفير دلوقتي بالنسبه لي في دور الفاينل والسيمي قبل فاينل النهائي هشوفه مرتين. عشان كده دايما اللي بيوصل مربع الذهبي ده بيبقى خلاص. ومن الناحيه الاقتصاديه اه المغرب ضمن على الاقل، يعني ده لو اتغلب الماتشين، لو اتغلب، لو لا قدر الله اتغلب بكره ولا بعده واتغلب في الثالث والرابع هياخد 25 مليون دولار. ده لو طلع الرابع، لو طلع الثالث اعتقد 30 لو او 27، وبعدين لو طلع الثاني 35، لو طلع الثالث الاول هياخد 40 ولا 45 حاجه كده. حاجه فمن كل النواحي حاجه حلوه. ده بقى لو طلع الاول الاول، 42 لو طلع الاول العرب كلهم هيروحوا يحتفلوا. انا بتكلم مزار. طبعا الاحتفال يعني والفني وكل حاجه كماديا وك لكن كمان سياحيا وكحاجه تانية هتبقى الدنيا جميله قوي. تانية. كلنا احنا عايزين نروح. مظبوط. بجد مظبوط. يعني الواحد بيبقى بيقول لك انا نفسي اروح اعمل عمره. كويس. ده شك وبدل هتخش كمان جنبها جاي يقول لك انا نفسي اروح ابارك للمغرب واعيش الاجواء والافراح اللي هي موجوده هناك دي. حاجه جميله جدا. العرب بيتجمعوا طبعا بقى كتير قوي، العرب بيتجمعوا فجاه